بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ننتقل إلى تقويم آخر للسنة الثانية في الرياضيات مع المتألق محمد. يلا يا محمد، اختار اللون الذي يعجبك. نبدأ بالتمرين الأول. طلب منا المقارنة. نبدأ يا محمد، 230 مع 320 أيهما أكبر؟ 320. العدد الثاني، يلا. 167 أكبر من 67. نعم، أحسنت. تمرين الذي العدد الذي بعده، 209 مع 85. 85 أصغر من 209. 268 أكبر من 125. نعم. الآن تمرين ثاني، ورتب الأعداد ترتيبا تزايديا. نفسها تنازليا. تزايديا، نفسها تصاعديا من الأصغر إلى الأكبر. لدينا 136، 230، 130، 200. نبدأ بأول عدد يا محمد. دائما قلنا الرياضيات من اليسار إلى اليمين. 130. اكتب جيدا يا محمد. دل على ما. لا، توقف يا محمد. خير. نبدأ. 130. أضع العلامة يا محمد، علامة الأصغر. بعدها ماذا يأتي؟ بعدها يأتي 106. هذه 100 و اقرأ جيدا. 136. بعدها 200. ها؟ 200. بعدها 230. ماذا؟ 230. أنا ننتقل إلى أنجز العمليات. لدينا عملية جمع و طرح. يلا يا محمد، أرني. 256 زائد 133. 6 زائد 3 تساوي 9. 5 زائد 3 تساوي 8. 2 زائد 1 تساوي 3. نعم محمد، صغر الكتابة، بتكتب الوحدات مع الوحدات والعشرات مع العشرة. الآن 5 زائد 5 زائد 195. 63. 5 زائد 3. 5 زائد 3 تساوي 8. نعم، كبرها شوية. نعم. 9 زائد 6 تساوي، اعطيني قلم. نعم. 9. نعم. 10، 11، 12، 13، 14، 15. 15، أحسنت، اكتبها. زائد 1 تساوي 8. نعم. الآن عملية الطرح. 4 ناقص 4 تساوي 7. 7 ناقص 4 ناقص 2 5. 9 ناقص 3 6. نعم. الآن ننتقل للعملية. 152 ناقص 128. نعم. 2 ناقص 8 تساوي 6. 5 ناقص توقف. لا، هذه نفعلها عملية جمع، لأننا لم تدرسوا بعد الاستعارة. 2 زائد 8 كم تساوي؟ لا بأس، لا بأس، اكتبهم بعدين. صح. كم تساوي؟ 6. أحطها تساوي 0 وأحطها بواحد. نعم. 5 زائد
زائد 5 تساوي 6. والاثنان 6 زائد 8. نعم، 1 زائد 1 2. الان ننتقل الى توقف، ننتقل الى المقادير والقياس. هنا عندي اثنان متر شحال فيها من سنتيمتر؟ محمد درسنا واحد متر كم فيها، كم فيها من سنتيمتر؟ 200. اذا اثنان كم فيها؟ 200. واحد متر فيها 100 سنتيمتر. صحيح. الان اعطاونا عددين، اعطاونا واحد متر واعطاونا 6 سنتيمتر. نحول هذه للسنتيمتر ونضيف لها 6. واحد متر كم فيها من سنتيمتر؟ 100. 100 تضيف لها 6. 6 كم تصبح؟ تصبح 106. الآن قالوا لنا أرسم قطعة طولها 6 سنتيمتر. أحضر المسطرة. هاي المسطرة، شوف المسطرة درسناها، المسطرة مدرجة. نبدأ بالصفر. هل سطرت لك؟ لم تسطر لك. أمسك الهاتف، أمسكه جيدا. تقريبا لن نستطيع التسطير. صعب جدا. ست. الان ننتقل الى التمرين الاخير. لا بس لا بس لا بس لا بس. ها هي المسطره. انتظر انتظر. لكن هل قستها؟ ها هي المسطره. الآن ألون ما يناسب. طول القلم ما هو يا محمد؟ أشوف. طول القلم. طول القلم. طول القلم 18. 18. وشكرا.